بوم. زقنبي فجأة وبروحك هي. تشوف زقنبي ما تدري شي خربط ويقول لك غريبة كيفي متوهق في انحاش ولا اخر سلفي ولا تدري شلون زقنبي يبا زقنبي فيلم عربي أقول لك خير ترى احنا عندنا كنز ومو حاسين فيه احنا عندنا كنز اذا عندنا كنز يا محمود خلنا نقدم استغالتي بدل ما انا كل يوم قايم من الصبح تبي خليه يمشي عشان لا يعرف مكان الكنز يا حبيبي اقصد انه هو الكنز هو الكنز قل لي شلون حبيبي لا تكلم زقنباوي ما بيفهم أنا كلمني بيننا وبين بعض شلون؟ هذا شكله غريب وحالة نادرة هذا تدري إن صورته فيديو واحد تدري صح يصير بالسوشيال ميديا لا شوف درة شنو قلت انت كسر الدنيا اي لا يفهم فهذا تدري صح يصير بالسوشيال ميديا اخذ عطور أخذ محلات شعير المحلات طبعاً محلات اللحوم تدري شو يسوون هني برجر لا أي برجر هذا شغلة باكة وصاعد الله تكة يا هال مثلاً كباب ريل إنسان كل كذي لعبته فهذا أخذ استغلال شنو هذا بنلعب بالفلوس لا الله شي يقول يقول شو قاعد يقول شكله ثاني بعدين ضحت انا فراح تشوف الفلوس هذا فهمني الظاهر فلوس يعرفونها راح تشوف فلوس راح تلعب لعب ها شنو قول لي بلشت تسيرون انت وياه بروحكم ما تقول لي شي يقول لا يقول كفو الشارب والله ايه يلا قوم خلنا نصور اول فيديو يلا نبلش الى المجد متابعين الاعزاء مساكم الله بالخير اليوم انا راح اسوي دقه باخوي وصاحبه خلكم قراب تكفون شوفوا ايش راح اسوي فيهم سموحه متابعينا الظاهر اخوي قايل له ايش فيك انت؟ شنو؟ لعيبه ما قلت له شيء. شنو ما قلت له شيء؟ الحين يعني احنا بغينا نسوي فيديو ونخلي الناس كلها تضحك وتضيفنا ونطلع بعزات خربتها. سئله وراسم قبول. انا قلت لك شيء؟ شو الحل الحين؟ نرجع وتسوي مره ثانيه دقه. ادخل 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 ادخل. جو حلو بحر انا واخوي بنسوي دقه الحين بالزقنبي ها جاي ويا الكلب شوف هذا يقول كلب جميل بس ما ادري يقصد منه شنو يقصد منه يبا ترى عذيتنا انت بصاحبك هذا ما فاد وياه ولا شيء يا اخي شو اسوي ما يخاف يمكن بطل
هذا لا في احد قايل له اكيد اذا قلت له بنسوي الدقه نفس ذاك اليوم خربت الدقه اي نعم في احد قايل له في خاين بيننا خاين بيننا منو انا وانت منو الخاين ليش مو الكلب الكلب يبا الكلب وفي وين خاين وفي بس ايش دراك ان هذا هو يمكن مقصود كلب ثاني وفي لا يبا كل كلاب وفي لا يبا كل البشر الحين زينين اقول ماي هذا الظاهر انه ما يخاف صراحه الظاهر ما يخاف خلينا نشوف انا هذا صاحبك مو بالعه وما بيشوفه ويلا يلا اخذ قطه بالبحر ولا تجيب البيت يا بعد عمري تكفى خلينا نشوف لنا فكره ثانيه يعني اعلان شيء بعد فكره ثانيه شو نسوي يا عمي روح تعال 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 امشي 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 شوف كنا نايم فيست كلاس تقول اسمع عدل اول شيء فيست كلاس يقول يبا ترى هذا عذانا ولا استفدنا منه ولا شيء انا قلت حب نصوره بنضرب بالسوشيال ميديا وبتينا فلوس ولا يعنا منه ولا شيء لا وانت قلت كنس وروح قدم استقالتك انا طرت على طول قدمت استقالتي حتى ما اقدر ارجع تهاوشت مع رئيس القسم وانا طالع يا اخي هذا احنا قطينا الهمبرجر والنجتس كله برا عشان هذا يرتاح كله خاص الاكل بسبه هذا والله حرام انا اخذ اطق اخر صوره استوي بصورتين تعرف صوره يمكن هالصوره تضرب ما تدري واسمع كلام يوصل لك ويتعداك انا هذا وجهه ما ابي اشوفه بعد ببيتنا ممكن ولا مو ممكن ترى انت تكره الريال من اللحظه الاولى تدش فيها بيت الجنبي عمي خلي في يدك الجنبي لا طيب بس انت بعد ايش فيك مباركين احنا الاثنين وشهر عسل ومعاريس ومسافرين كوعي بعينكم وي ايش بيسوي هذا الحين ترى الحين بيطلقها والله طلقها ايش دراك ايش ايش دراك شايفه يبا شايفه مرتين زين اسكت قدام شايف الفيلم لا تحرق علي الفيلم الله شا. الله يخليك شا الحين ترمي اي والله يا ابن الحلال ايش فيك يا مجبل ايش فيك اسكت شوي خلنا نتابع الفيلم ان شاء الله اوكي شايفه انت انا خلنا نتابع يا لا تحرق علي الاحداث يا والله عليك الحين بينطق الجرس طق الجرس بعدين معك يعني تعال ما كلمت البنات انا اليوم ولا انا كلمتهم خلنا اكلمهم بس والله ما ادري قلبي يعني حاس انه في شيء صاير ما نكلمه خايف اكلمهم لا كلميهم تطمني شو فيهم شيء قاصرهم شيء خاف يبون شيء من هني هدايا ملابس ان شاء الله ايه بس فطوم بنتي ايه فطوم حرف الباء مو بطوم فطوم بنتي اقول إيه. هذا الو هلا بني ايش فيك تبكين تبكي فطوم قاعد تبكي شي فطوم زين سمعيني زين قولي لي صاير احد مريض لا تبكي ابي افهم صاير لا تخرعيني عاد شنو البيت احترق لا ايش صاير يا حبيبتي؟ ها؟ تبكي بس تقعد تبكي شنو؟ قولي لي فاهميني ضعيفة بالاختبارات ولا شنو؟ لا ها؟ معقولة؟ لا 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 مصيبة شنو خير؟ ايش فيك؟ مصيبة صاير شنو؟ في أحد ما تبين نرجع الديرة الحين نرجع لا وين أرجع الديرة؟ أنا ما صدقت أطلع بعيش مهوة تبين الديرة والله لو واحد من عيالي ميت ما رد صاير عندهم شيهم؟ النادي لنحاشت خدام الحاشت خدام الحاشت وباقت كل شيء يمكن بالبيت ما أدري ما قالت لي شنو باقت المواعين؟ لا باقي لا لا المواعين الأثاث؟ لا شنو التلفزيون؟ لا يا ابن الحلال ما مجوهراتك؟ لا باقت جواتيج؟
باقت الصندوق المبيت الصغير اللي فيه كل ذكرياتي راحت ذكرياتك يا سبتشو راحت. ما تعرف ما عندك اي ذكريات. يا حبيبي عندي ذكرياتي يا حبيبي اللي بالصندوق المبيت. شنو في؟ في الرسالة الأولى اللي طرشها حبيبي لي. ما تستحين ما راح يوز قاعد تقول حبيبي وحبيبي من هذا طرش؟ عشيقي اللي هو أنت. أنا أول رسالة. أول رسالة طرشت لي إياها وكاتب التوقيع تحت أحبك يا حمارة. كنت وايد أضحك لما أقرأ الرسالة بس الحين شلون أبي أضحك؟ يا بعد عمري هذا. ما حد راح يقول لي يا حمارة. يا قلبي يا بعد عمري يا سبتشو الحين بكتب لك 10 رسائل. لا لا هذيك الرسالة الأصلية أنا الأولى هذيك وفيها الإبرة. أي إبرة؟ إبرة الخياطة اللي تذكر يوم طاح زرار دشداشتك وخيط لك اياه بالابره، الابره موجوده داخل. اي اذكرها. وفي الاتيال اللي كنت العب فيهم مع اليهال بالسكه. وفي هذا الكره ام سبع جلود ما ادري شو نطق فيها. يا بنت حيال كل هذيلا عند بوم ينمر ناخذهم واكتب لك مني رسائل وخلاص موضوعنا بنص دينار يخلص. لا مو بنص دينار لا هذا شيء قديم صدقني. خلاص يا بعد عمري كل شيء تعوض كل شيء تعوض خلاص هدي هدي خلينا نتابع الفيلم. يلا نتابع. يلا الحين شوف بيدخل ولد عمها الحين. اي والله دخل ولد عمها تشدراج. انا شايف الفيلم هذا 10 مرات. كوبرا معاكم، راح اتكلم معاكم عن الفاشينيستات. ايه متزحلقة ومتعدلة صح وحلو مو شين، انا معاك ماني ضدك، بس ها لما انتين ولا انا مسوية ولا انا حاطة احاكيك نسيت ايام الموش الدبينة، والحين أنا ما أكل إلا دايت. الله بالخير إيش فيك فجأة؟ والله أنا ما أحط لا الكحل أقول تراكو بكر القلم بنص دينار الهندي تتذكرينها الذهبي عارفة ها أمهاتنا إيش كانوا يستخدمون روج الماركة لا لا هطولها سودة تتذكرينها ما يحتاج يوصيك صح انت صح عدلتي وترتبتي انا معاك 100% والله انا ما البس الا اقول تلبسين الماركه نسيتي ام دب ها نسيتي ونعال الشمشم بالماء اي صح صح اعيدها اي تعالي حاجيك اي نعم احنا نترتب وانت عدل احنا ما نقول لا ما نخالف بس اقول لا تنامين مخي ردي على مال الاول التشقشق بالمياهة والحنة وين رايحة والله بحط لي حنة بالصالون ليش بالصالون عندك ملة خلصي مورج بعد شنو ميري مشط الخشب تذكرينه ولا ذكرت فيه نسيته ما يبتبع للأسف الشديد حلوة الصبغات والشي الحلو مو كل فاشينيستا تصدقينها ترى لا حول ولا قوة منها وأكو فاشينيستات لها مصداقية ولها الأعمال اللي تجيبها أو الأغراض اللي تجيبها صح 100% بس مو كل واحدة تحطين فلوسك عليها قالت جبت قميص دبشة عليها وذاك العطر خيسه هو هم رحته وخذيته لا يا يما لا لا مو كل فاشينيستا تلحقينها هي كان حطته اهي تحطها بس قدامكم ما عليكم منها لا مو كل شي صادقه فيه مو الكل انا قلت البعض انا قلت البعض كوبرا معاكم حياكم الله اشوفكم الحلقه الجايه
عيل ولا ليش مطلقني عقب هالفتايم اللي موجودين وراك هذولة؟ يا حبيبتي أنا يا إيدي بقول هذا مش مخايف منه، مش شايف من مجرمين قدامه. كشفكم وكاشف كل شيء، أنا ماني خايف وأدري بكل شيء، لا هومز ولا كونان، لا تقول لي سوبرمان. أنا رافعة الدخان، ما في شيء عصى علي، هو رافعة الدخان، ما في شيء عصى علي. إيه دخان دخان دخان، أي مكان أنا في دخان، يا عالم يا هو ترى احنا بشر. يا بعد عمري يا رأفت، يا على فيني ولا فيك. تعال نرجس مو معانا بالمهمة، ليش ما سجنوها معانا؟ لا ويقول لك القانون ما انصف المرأة. شوف مقعدين هالمكتب الضابط شاي وعصير وقهوة وسوالف. هاي انت وياه ترى انا مسجونة حالي حالكم، مو مكتب وشاي وقهوة وعصير. ترى انت عادي يعني، المفروض انت معانا، انت واحد من ربع. واي ماكو اسلوب، ماكو اسلوب، يوم واحد بحياتك عدل اسلوبك ثم من كلمتك. وين عدل اسلوبي؟ شوفي من استاذي. شهادة اعتز فيها. واي يا ربي انا اخر عمري كذي انسجن، انا اللي افنيت عمري بالقانون، اخر شيء اخدش مسيرتي العمليه وانسجن. اي تخدش الله العظيم، انت مسيرتك العمليه كلها شهر. انا اللي اقول اللي اقسمت اني احمي القانون والعداله. اي عداله واي قانون، انت ما تستحي، انت على قسمك ما عدى شهر ومن سيء إلى أسوأ ومن ردي إلى أردى. يا ابن الحلال أنا اللي شقول القانون والعدالة راح تبكي. شقول حق الأجيال اللي علمتهم القانون، علمتهم شون يحمون العدالة، شقول لهم؟ أنا أقول سد بوزك بلا أجيال بلا بطيخ، كل اللي علمتهم بس رأفت وكهو، وغير كذي المحاضرات كلها يا غايب يا مريض. هذه هي اللي طاح الجمل اكثر السكاكين. آخ يا ربي هذه السكاكين قاعد تقطع قلبي. يا جماعة أنا تعبان. وايا بعد عمري يا رأفت، يا ليت هالسكاكين تقطع قلبي بدالك. عسى يا رب. لا يا بعد عمري كل اللي جذي، ايش فيك؟ قول لي، علمني ايش فيك. أنا راضي إني أنسجن، بس في نقطة مهمة، إنهم يأخذون مني الغليون، لا هذه كبيرة بحقي. حاد أقول لا تسوي نفسك راعي مزاج، يعني نيوتن اكتشف الجاذبية، وأنا اكتشفت الجاذبية اللي بشخصيتي. كل واحد حر بنفسه. ويلوموني فيك، شلون أحبك يا ربي. شوف هيبة حتى هو مسجون. حاسة فينا وهم البشر مو حاسين فينا. الله، حكمة تافهة بس ماني فاهمة شنو. شوف الغضبانة تبكي خجلا وندما لوجودنا خلفها. يا جماعة الخير عطوني الغليون، أنا ما أقدر أفكر، ما أقدر أعيش بدون غليون. طلعونا، أنا واحد منكم فيكم، طلعونا من السجن. فراج، ها فراج، مو من سجك. طلعنا فراج. اسمعوا رأفت وبيطلعونا يا رأفت.
يسمعون صوتك. طبعاً طبعاً يسمعون صوتي، أنا رأفة الدخان. إذا ما يسمعون صوتي يسمعون صوت منو يا التافه؟ الله يا عيني، ما تبكيك يا بعد عمري. بعد عمري مشكور. يلا 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 استريح، راح تبات ويانا. ليش؟ لا لا لا، يا نطلع كلنا يا نبات كلنا. عن اذنك يا رافت. نشوفك على خير يا بعد عمري. اي الندل، اي الندل، وين وين قضبان الحديد تبكي؟ وين هالسوالف؟ انا تعلمت منك كل شيء يا مدحت، بس الندالة الحين تعلمتها. لا 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 لا، أنا منهار. أعطوني الغليون يا جماعة، أبي الغليون يا جماعة. ما أبي أقول قلبي، لا راسي عورني. أنا لسه موجودة معاك من شبان لشبان، دبلور السحب كوميديا سوالف واشياء كثيرة وما إدمان. أنا لسه موجودة معاك من شبان لشبان، دبلور السحب كوميديا سوالف واشياء كثيرة وما إدمان. صباح الخير عالم الجميل، شوفوني مالي مثيل، حركاتي وايد مو قليلة. كشفكم وكشف كل شيء، أنا ماني خايف وأجري بكل شيء، لا هومز ولا كونان، لا تقول لي سوبرمان. أنا رافة الدخان، ما في شيء عصى علي، دخان دخان دخان، أي مكان أنا فيه دخان. نبي ننشهر، نصور ننتشر، نبي نصير فاشينيستا ونطلع بالانستا. يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي، الحظ هذا مورينا وين؟ بقول انا شيء، الميديا هذه مالتنا مالتنا. أنا سيدار ما في تكيتار، أنا شرطي أنا بوليس، جيب نزارة يا بيش الكار. عقولة لك أهلين وسهلين. أوف 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 أوف، يا دلي يا دلي يا دلي، نورت الصحراء اللي كل لحظة عنا حكاية. بدي أوصكم لك شو عم تحكي، روحي شوي وي وي زقنبي. فجأة وبروحك تشوف زقنبي، ما تدري شي خربط ويقول لك غريبة كيفي، متوهق فيه انحاش ولا اخر سلفي، ولا تدري شلون زقنبي يبا زقنبي. لحظة